السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن من موقع جوالك حياتك. النهاردة إن شاء الله معاكم مع تليفون اتصالات سمارت فون وطريقة إعادة ضبط المصنع والتخلص من مشكلة النمط، وأحيانا علاج مشكلة تهنيج الجهاز وإن هو يقف على لوب اتصالات ويعمل ريستارت أو اللوب ريسيت، ودي مشكلة بتحصل كتير مع مستخدمي جهاز اتصالات سمارت فون. الموضوع باختصار شديد جدا ان احنا هنعمل اعادة ضبط المصنع للتليفون عن طريق الريكفري. هندخل على الريكفري في تليفون اتصالات سمارت فون، وكانت الطريقة شرحناها في فيديو سابق، ولكن هنكرر نفس العملية في الفيديو دوت. اولا هنطفي التليفون بشكل كامل. اول ما التليفون يطفي نهائيا هندخل على ريكفري عن طريق الضغط على الزرار اللي بيرفع الصوت زائد مفتاح الباور. اول ما يظهر معانا لوجو الاتصالات هنشيل ايدينا من على مفتاح الباور. معذرة، ايقاف تشغيل الهاتف. ممكن نتأكد عن طريق ان احنا نشيل البطارية للتأكيد من طفي الجهاز بشكل كامل. هندوس على مفتاح رفع الصوت ومفتاح الباور. هيظهر معانا لوجو اتصالات، هنشيل ايدينا من على مفتاح الباور ونفضل دايسين على زرار رفع الصوت. اول ما يظهر معانا لوجو اندرويد بالشكل اللي قدامنا دوت هننتظر من غير ما ندوس على اي زراير. هيدخل معانا على ريكفري، هنختار اختيار وايب داتا فاكتوري ريسيت او اعادة ضبط المصنع ومحو جميع بيانات الهاتف. هناخد بالنا قبل ما ننفذ العملية ديت ان كافة البيانات الموجودة على الهاتف من برامج واسامي ورسايل، كل البيانات الشخصية ما عدا اللي موجود على الميموري كارد هيتم محوه بشكل نهائي، ولكن كل مشاكل الموجودة في التليفون سواء لو كان في مشكلة الباترن او في موضوع اللوب ريسيت ان هو بيهنج او بيعلق على لوجو اتصالات وبيفتح اكتر من مرة، هيتم انتهاء المشاكل دي ان شاء الله بشكل نهائي. هنختار بزرار اللي بيوطي الصوت ونأكد بزرار الاوكي، نختار يس واوكي بالباور، وننتظر لحد ما تنتهي عملية إعادة الضبط. بتاخد تقريبا 30 ثانية. ولحد ما تنتهي عملية إعادة الضبط أحب أفكركم إنك تعملوا سبسكرايب لقناة جوالك حياتك علشان يصلكم كل ما هو جديد في عالم الأندرويد وأنظمة التشغيل الذكية، واعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك لمتابعة أخبار التقنية والتكنولوجيا عموما. كده تم انتهاء عملية ضبط المصنع. هنعمل إعادة تشغيل للهاتف وهيرجع كأنه جديد تماما وأول مرة يشتغل. نشوفكم في شرح جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.